حطي العيش في الماء المغلية ومش هتصدقي اللي هيحصل. بجد الفيديو بتاعنا مليان أفكار، إن شاء الله هتعجبك وهتستفادي منها. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. وأول فكرة معايا حطيت العيش في الماء المغلية. أي عيش بايت عندك هتجيبيه وتحطيه أول ما الماء تقلب معاكي، مجرد ما هتسيبيه دقيقة وهتاخديه. هتحطيه بقى في الخلاط مع شوية مية من اللي تغلوا معاه في الحلة، وهتضربيه كويس جدا، ودي هتبقى النتيجة. هتحطي بقى عليه شوية خل ومعلقة من الثوم ومعلقة من الطحينة، وكده بقى عندك أحسن سلطة الطحينة ممكن تعمليها. في معلقة واحدة بس من الطحينة قدرتي تعملي الكمية دي، طعمها زي بتاعت المحلات بالظبط. لو مش عندك بقى طحينة هتقدري تعمليها بعيش كده وهتوصلي للنتيجة التحفة دي. بجد مش هتفرقيها أي حاجة عن اللي انت بتاكليها واللي انت بتعمليها في البيت. طريقتها حلوة قوي، أتمنى تجربوها. هتتبليها بقى بالتوابل اللي انت تحبي تتبليها بيها سلطة الطحينة. أنا حطيت كمون وبابريكا وزينتها كده. تاني فكرة معايا، هتجيبي بقى اليوسف بتاعك أو البرتقال وتحطيه في الفوطة. وتعالي أقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. طبعا الموسم بتاعه دلوقتي، ولو سبتيه بره التلاجة بتلاقيه ضرب وباظ منك. هاتيه بقى وحطيه في فوطة كده ومش هيجراله أي حاجة، وهيقعد بره التلاجة أسبوع مش هيجراله أي حاجة وانت لفاه في الفوطة كده. الفوطة هتمتص كل الرطوبة اللي فيه وهتقدري تحافظي عليه ومش هيجراله أي حاجة. وتالت فكرة معايا، هتجيبي بقى حبة خل وتحطيهم على الملح، وبجد هتشوفي اللي هيحصل. هتجيبي البولة بتاعتك وتحطي فيها حبة ملح وعليهم معلقة كبيرة من الخل. لو الخل بتاعك بقى مش مركز تقدري تحطي معلقتين، وهتحطي عليهم معلقة أو اتنين كده من الصابون السايل، وعليهم نص ليمونة، وهتخلطي بقى كل الكلام ده مع بعض. بقى عندك أحلى خلطة من غير منظفات كتير ولا أي حاجة، أحلى خلطة لتلميع الاستانلس والحوض بتاع المطبخ وحنفيات المية. وكمان كوباية المية هتقدري ترجعيها وكأنها جديدة بالخلطة دي. هتحطي بقى عليهم شوية مية وتجيبي الاسبونشة بتاعتك وتغسلي بيهم الكوبايات وشوفي بقى النتيجة. اشطفها بقى وهوريكي النتيجة، بجد هتعجبكوا جدا. رجعتي الكوباية بتاعتك وكأنها جديدة. هتقدري بقى تعملي كل حنفيات المية وأي حاجة استلس عندك وترجعيها وكأنها جديدة كده. أتمنى تكونوا استفدتوا من الأفكار اللي قدمتها معاكم في الفيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.